الرسالة، اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم، دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وصدرة المنتهى ما بقوسين أو أدنى، مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود، سيد المرسلين إمام المتقين قائد الغر المحجل شفيع المسلمين سراج السالكين مصباح المقرب رحمة للعالمين راحة العاشقين سراج المشتاقين محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين والسيدة كوكب بين الكوكبين وجدهم مولانا ومولى الثقلين أبو القاسم محمدا ابن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير، والحمد لله رب العالمين بسر شواف الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على